السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الثلاثاء الموافق للخامس عشر من شهر سبتمبر لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة أخبار الخليج والتي نقلت: مجلس الوزراء استمرار الدعم الحكومي للمواطنين حتى آخر العام. المجلس الأعلى للصحة يتطوع في التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا. مسؤولون سودانيون لن ننسى مبادرة مملكة البحرين لإغاثة أشقائهم. وإلى صحيفة الأيام والتي استهلت: إشارة واسعة بنهج الملكي في الالتزام بالسلام كخيار استراتيجي. وزير الدفاع يناقش مع نظيره الإسرائيلي أهمية اتفاق أبراهام، سنعمل معا من أجل شرق أوسط آمن ومستقر. الكونغرس يشيد بإعلان إقامة علاقات دبلوماسية بين مملكة البحرين وإسرائيل. ومن الصفحة الأولى لصحيفة الوطن نطالع: المواطنون: شكرا مليكنا، توجيهات ملكية بالتكفل بفواتير الكهرباء وتأجيل قروض متضرري فيروس كورونا. وزير الداخلية: إذا كانت فلسطين قضيتنا العربية فالبحرين قضيتنا المصيرية. ومع صحيفة البلاد والتي استهلت في أولى صفحاتها: مصادر البلاد: اجتماع للسلطتين يوم الخميس عن إعلان تأييد السلام. الزياني بواشنطن للتوقيع على إعلان السلام مع إسرائيل. نقل الصحيفة الأيام أنه بتكليف من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى يده الله، وصل الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية والوفد المرافق إلى واشنطن، وذلك للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، والتوقيع على إعلان تأييد السلام التي ستجرى في البيت الأبيض اليوم الثلاثاء بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. مع انطلاق الموسم الجديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية، نشر صحيفة الأيام مقالا لأحمد العباسي والذي جاء بعنوان برنامج وطني في تلفزيون البحرين عن لقاء الفنان أحمد الجميري، فإلى المقال. لقد كانت المقابلة في برنامج وطني بتلفزيون البحرين مساء الأحد مع الفنان الكبير أحمد الجميري ناجحة بكل المقاييس، حيث تميزت بشفافية والعمق. وبجانب شخصية الجميري كفنان، فإن المقابلة أظهرت أيضا الشخصية الإنسانية للفنان الجميري. كانت المقابلة في قمة المتعة للمشاهد والمستمع، وكانت في قمة التأثير على وجوه مقدمي البرنامج أنفسهم، حيث بخبرتهم يعرفون حجم الفنان الذي أمامهم، فكان بالإضافة إلى أسئلتهم الجميلة واستعدادهم الكامل لتقديم هذا البرنامج، كانت وجوههم تعبر بكل وضوح عن إحساسهم الداخلي بأنهم أمام قامة كبيرة لفنان كرس كل فنه في الحياة لتقديم ما يلامس روح الوطن وحب الوطن. لفتت صحيفة الأيام أن الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة عبد الكريم الراشد أعلن عن تدشين نظام إلكتروني جديد لخدمات المناطق الصناعية، وذلك لتسهيل آلية التواصل بين الوزارة والمستثمرين وجميع الشركات والمصانع القائمة في المناطق الصناعية التابعة للوزارة إلكترونيا، بالإضافة إلى سرعة إنجاز المعاملات. عملت.
إلى أبرز ما جاء في صحيفة أخبار الخليج، حيث بيّنت أن مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قررت التكفل بفواتير الكهرباء والماء ورسوم البلديات لكافة المواطنين في مسكنهم الأول لمدة 3 أشهر ابتداء من شهر أكتوبر القادم. كما وجه مصرف البحرين المركزي لحث جميع المصارف بتأجيل مدفوعات القروض للمواطنين المتضررين من جائحة فيروس كورونا حتى نهاية العام الجاري. ومن ذات الصحيفة نقرأ أن الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية قام بتسليم شحنة من المساعدات الإنسانية الإغاثية العاجلة إلى جمهورية السودان الشقيقة مساعدتهم والتخفيف من آثار السيول والفيضانات التي اجتاحت السودان. رافقت صحيفة أخبار الخليج شرطة العاصمة ووزارة الصحة ووزارة التجارة في جولة ميدانية توعوية في عدد من الأماكن العامة في محافظة العاصمة، وتم رصد التزام كبير من غالبية المواطنين والمقيمين بتطبيق التباعد في الجلسات الخارجية بالمطاعم والكافيهات، فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد العشرات من المخالفين في ارتداء الكمامات في الأماكن العامة. بعد إصدار قرار من مجلس الوزراء بالتكفل بفواتير الكهرباء والماء ورسوم البلديات لكافة المواطنين في مسكنهم الأول لمدة 3 أشهر ابتداء من شهر أكتوبر القادم، خط الكاتب فيصل الشيخ مقالا بعنوان وقف القروض والتكفل بفواتير الناس، فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. هذه الجهود المبذولة فيها إحساس كبير بالمواطن وسعي للتسهيل عليه في هذه الفترة الحرجة، وأراها فرصة مثالية لتذكير الناس بالعديد من الخطوات والإجراءات والتوجهات التي أخذتها الحكومة، أمور تشكر عليها الحكومة وفريق البحرين، ويشكر عليه الأمير سلمان بن حمد المتابع لكل الأمور وتطوراتها. لكن في المقابل ما زلنا نكرر بصوت واحد مع الحكومة وفريق البحرين بشأن ضرورة توخي الحذر والالتزام بالإجراءات والاحترازات وعدم التساهل والتراخي مثل ما حصل مؤخراً. نشر صحيفة الوطن أن تقرير الإحصائيات الدوري للخدمات الإلكترونية خلال الفترة من شهر أبريل حتى شهر أغسطس الماضي كشف عن نمو ملحوظ في استخدام تطبيقات الأجهزة الذكية عبر تطبيقات الحكومة الإلكترونية، حيث بلغ عدد المعاملات الحكومية الإلكترونية عبر مختلف القنوات ما يقارب 800,000 معاملة، في حين تجاوزت مبالغ المدفوعات الإلكترونية 57 مليون دينار بحريني. نشر الكاتب علي الجزاف مقالا في صحيفة الوطن والذي جاء بعنوان ما بعد السلام مع إسرائيل، فإلى المقال. النظام الإيراني الذي سيضيق ذرعا من السلام مع إسرائيل ليس لأنها عدو لدود له، فهذا كلام باطل، حيث يعلم الجميع أن إيران لم تشارك في الحروب العربية ضد إسرائيل ولم تطلق رصاصة واحدة في سبيل تحرير فلسطين. نفس الأمر ينطبق على جماعة الإخوان المسلمين الذين يدركون مناصروها هم أيضا أن وجود علاقات دبلوماسية مع إسرائيل سينهي مسألة المتاجرة بالقضية الفلسطينية، لذلك فإن قرار السلام مع إسرائيل سيجعل من طاولة المفاوضات تتم بشكل مباشر دون وسطاء مزيفين أو مزايدين على القضية الفلسطينية. وأظن أن الشعب الفلسطيني الشريف يثق في مثل هذه الخطوات
لذلك نجد أن المشاريع الخيرية الخليجية الموجهة بشكل مباشر للشعب الفلسطيني ومنها مشاريع إماراتية وبحرينية كثيرة وناجحة. إلى أبرز المقالات التي جاءت في طيات صحيفة البلاد، حيث نشرت مقالا للدكتورة حورية الديري والذي جاء بعنوان دروس من القادة، فإلى المقال. يعتبر الإجراء المتخذ من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء قائد الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا كوفيد-19 بتأجيل افتتاح المدارس الحكومية للعام الدراسي 2020-2021 في ضوء ازدياد عدد الحالات القائمة لفيروس كورونا من القرارات القيادية الحكيمة وفرضا ضروريا ألزمه الواقع وتطورات الحدث وتأثيراته المتوقعة. لذلك فالدرس هنا عميق في معناه، فكل خطة مهما كلفت من إمكانيات هناك مطلب أساسي وهو عنصر المرونة في تغيير القرارات بعد دراسة آثارها التي قد تتضح في أي مرحلة من مراحل تنفيذها مهما بلغ مستوى الاستعداد لها. وفي آخر مقال لهذا الصباح، حيث نشرت صحيفة البلاد مقالا للكاتب عبد علي الغسرة والذي جاء بعنوان مبادئ الديمقراطية، فإلى المقال. يحتفل العالم باليوم الدولي للديمقراطية وهو يعيش أزمة فيروس كورونا الذي جعل الدول تبني إجراءات وسياسات طارئة لمواجهته، فهل ما تم اتخاذه من إجراءات وسياسات كان ضمن المعايير الدولية والمبادئ الأساسية للديمقراطية؟ لذا فإن الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية في 2020 يسلط الضوء على الديمقراطية في إطار كوفيد-19. إن من أهداف الديمقراطية معالجة المشاكل الحضارية المشتركة والرؤى المستقبلية وفق متغيرات مستمرة، من ضمنها تحقيق الأمن الصحي والوقائي للإنسان وبيئته. يواجه الأمن الصحي والعالمي في أجواء الكوفيد تحولا مهما في تاريخ الصحة العامة والرعاية الصحية وحماية المجتمع من الأوبئة. وإلى فن الكاريكاتير من صحيفة البلاد. وبفن الكاريكاتير مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.